الفريق مع الزميل بدر بن جزاء الشمري. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم مرة أخرى في هذا الصباح وفي انطلاقات وتحديات سن اللقاية في هذا اليوم. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أشواطنا العامة التي تنطلق وتتواجد في هذا اليوم في ثالث أيام هذا المهرجان وهذا الكرنفال والعرس التراثي الكبير. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه أعلنت الانطلاقة، أعلن التحدي وانطلاقة شوطنا الشوط الحادي عشر الخاص بالإبكار، اللقاية والخمسة كيلومترات. أتقدم مع البداية لأتابع انطلاقة وتحديات شعار بن جبران، يقدم لنا تحذير جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري، يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة. أتابع انطلاقة مراسيل فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري، يتقدم مع مراسيل، وثالثا القدوم والانطلاق بهذه اللحظات. وصلت وحضرت بشعار عيد بن صالح بن راشد السناني، يتقدم مع ملوح، ورابعا القدوم الانطلاق من صوغه فرج بن مسعود بن جابر المري، وخامسا الحضور والانطلاق والتواجد من شعار الشاهينية ومحمد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري. هذا هو نداؤنا للخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء، ولكن العودة يا أخواني وين؟ العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الأسماء، إلى شعار بن جبران. بن جبران من قدم لنا هذا الانطلاق الفنان، وقدم لنا هذا الانطلاق الكبير، يتقدم بهذا التقدم الممتاز والخطير. شعار النجوم، من يتقدم، من ينطلق بهذا الانطلاق الكبير، أحد الأسماء الكبيرة والمميزة، وأحد الشعارات التي سجلت العديد والعديد من الإنجازات في هذا المهرجان. يتقدم مع تحذير، حذاري من تحذير، على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة والحاضرة. وصلت بهذه اللحظات ملوح عيد بن صالح بن راشد السناني، يتقدم مع المركز الثاني ليقدم لنا شعاره، متقدما بثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء الحاضرة والواصلة. أتابع انطلاقة وتحديات مراسيل فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري قادما مع ثالث الأسماء، بينما رابع المراكز وصلت بهذه اللحظات وقدمت بهذا القدوم. نتابع انطلاقة الصداوية محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري، وصل شعار بن جهيم ليقدم لنا انطلاقة شعاره، بينما خامس الأسماء القادمة والحاضرة وصلت رهف فهد بن ماجد بن محمد السحمي القحطاني، يتواجد بخامس الأسماء ليقدم لنا رهف الحاضرة والمتواجدة بخامس الأسماء. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة يا أخواني وين؟ العودة إلى المركز الأول،
إلى صدارة الشوط الثلاث اللي بهن زان اللي جازان زان اللي جازان وانطلقا بانطلاق كبير وتقدما بتقدم خطير ليقدم لنا الانطلاق ويقدم التحدي الكبير شعار وانطلاق على المركز الأول مراسيل 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 يا مراسيل يا المنصوري اللي قدم لنا مراسيل يتقدم بصدارة الشوط يتقدم بأول الأسماء يتقدم بأول الشعارات أبناء الإمارات أبناء الإمارات المتقدمين المنطلقين بهذا الانطلاق المنطلقين والمعلنين التواجد بأول الأسماء ولكن أبناء الشحانية أبناء الشحانية والأدامية عالمية يا بن جبران بن جبران بن جبران يقدم لنا تحذير بذان الأسماء وصل شعار الجربوعي الجربوعي مع المركز الثاني المركز الثالث القادمة والحاضرة وصلت بهذه اللحظات وحضرت بشعار وانطلاق عيد بن صالح السناني ولكن بن جبران بن جبران مع المركز الأول بن جبران مع الصدارة بن جبران مع مقدمة الشوط يقدم لنا شعار بأول الأسماء بأول المراكز أول المنطلقين يتقدم ولكن بن جهيم بن جهيم مع الصداوية الصداوية محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري يتقدم بالمركز الأول يغير إلى صدارة الشوط يغير إلى الانطلاق الأول ليتقدم بالرقم واحد ليتقدم بالرقم واحد بن جهيم مع الصداوية الصداوية ومحمد بن ربيع بن صالح الجابر المري انطلق مع الصداوية 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 محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري غادر بنماس هذا الشوط غادر بالانتصار سلام 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 على الصداوية سلام وأداء الصداوية الكبير ومحمد بن ربيع بن صالح الجابر المركز الثاني وصلت بهذه اللحظات بشعار وانطلاق فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري مع مراسيل وثالثا كان وصول وانطلاق وتحدي من شعار سموخ وعبد العزيز بن عايض بن سعد العصيمي ورابعا اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء نعود واياكم الى التوقيت الزمني في هذه اللحظات لحظه وصول الصداويه معلنه الفوز والانتصار في هذا الشوط وتوقيتها الزمني في هذه اللحظات لحظه وصول وانطلاق الصداوية من قدم لنا الصداوية محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري مقدما لنا الصداوية وتوقيتها الزمني في هذه اللحظات توقيتها الزمني 8:04 17:02 فيصل بن راشد بن عبد الله وتوقيته الزمني 8:05 وثالثا طالب بن محمد بن هادي الجفران مع قناة 8:08 52:02 ورابعا عبد العزيز بن عايض بن سعد العصيمي وخامسا هادي